لا شيء هنا يوحي بحياة بشرية لولا أن بعض الأشخاص الذين يتجولون بين الركام والطرقات المتهالكة يحاولون أمام الكاميرات الابتسام وما تخفي صدورهم أعظم، فلا يمكن إحصاء ما يعانيه أهالي حي نداء هنا وسط محافظة كركوك، فالصور كفيلة بكشف معاناة نحو 2000 أسرة لا تلقى نداءاتهم أي آذان صاغية. نعاني من الأنقاض ونعاني من الأوساخ في منطقتنا حي النداء في كركوك، يعني المنطقة مهملة جدا، مهملة، لا راجعنا مسؤول، لا جي علينا شاف نحتاج ما نحتاج، هاي من تمطر الدنيا احنا نفيض، يعني ما تقدر تمشي، وانا رجال معوق، يعني اذا عبر النهر يصير صعب علي. لا كهرباء هنا ولا مياه ولا بنى تحتية صالحة، ولا يوجد حد أدنى للخدمات التي من المفترض أن يتلقاها المواطن من الحكومة، ومع ذلك فإن البلدية لا تترك رأس شهر إلا وتدور على سكان الحي لأخذ الضرائب وبدل خدمات مفترضة لا يرى سكان الحي لها أثرا. رحت أنا للبلدية قلت لهم يابا احنا ما عندنا مجاري، شوارع ما عندنا، مجاري ما عندنا، ليش تحطون علينا مجاري؟ قال هاي من بغداد، عندكم ما عندكم تدفعون. قلت له ما يصير هذا، ظلم هذا، شلون يعني ندفع؟ أما طلاب الحي فقد نالتهم يد سوء الخدمة هنا، فهذا هو طريقهم لمدارسهم بين الركام والقمامة، حيث لا طرقات معبدة في الحي، وأما مدارسهم فمتهالكة لا تصلح للاستخدام، وكان آخر حادث فيها سقوط حائط على طالب أرداه قتيلا. شوف هذا نفس المدرسة سعد بن أبو وقاص والفرات، من يصير أمطار هنا الطلاب، الله يساعد الطلاب، بس احنا عندنا 5-6 طالبات بالبيت، من نروح المدرسة يوم تمطر الدنيا احنا ما نروح للدوام، نشيلهم ونوديهم للمدارس من المي والأمطار. سكان حي نداء هنا يقولون إنه قابع على هذا الحال منذ الاحتلال وربما قبله، فمطالبهم لا تعدو كونها مطالب محقة وواجب حكومي تجاه المدينة وأهلها كما يقولون، لاهبات يقدمها المسؤولون الذين لا يظهرون إلا وقت الانتخابات، يتسولون أصواتا انتخابية لن تغني المواطن العراقي ولن تسمنه من جوع.